مساء الخير لكل المستمعين والمستمعات. سهرة السبت مباشرة عبر أمواج أرابيل، أهلا بكل المستمعين والمستمعات في كل مكان داخل بلجيكا وخارج بلجيكا. مرحبا بكم معنا. ملي طلقنا الفيديو ديال ضيفنا وكثير من الرسائل وكثير من الناس كيسولونا اش من نهار، وحنا كتبنا التاريخ في الفيديو اللي سيدنا في الباج ديال الفيسبوك، قلنا انه اليوم عريس الحلقه هو السي محمد الهبيري الفنان الشعبي ديالنا. مساء الخير من سيد محمد. مرحبا بك. مساء الخير استاذ شاطير. اهلا، انا سعيد جدا باش تكون ضيف معنا في هذه الحلقه هذه. وانا الاسعد. مرحبا بك. شكرا، بارك الله فيك. بدايه السي محمد الهبيري، يعني نعرفوك منين والاصل، تعرفوا عليك لنا شويه، منين جاي السي محمد الهبيري؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم. محمد الهبيري من مواليد مدينه الرباط. ولد العاصمه يعني. إلا بغيتو. والعاصمة هي من الرباط. زاديت وكبرت في الرباط. تبارك الله. ولكن الأصل ماشي رباطي. غير زايد وكبر في الرباط. الأصل أنا مراكشي في الأصل. ما شاء الله. شكرا بارك الله فيك. ولكن زياد وخلق في مدينة الرباط. يعني الوالدين هما اللي جاوا من مراكش. الوالد الله يرحمه من مراكش، والوالدة من الرباط. إذا دزتي في الرباط، فين بلاصة في الرباط؟ في يعقوب منصور. في انا ولد يعقوب منصور. ولد يعقوب منصور. تما زدتي، تما كبرتي، تما ترعرعتي مع ولاد الحومه، لعبتي كوره. تما فين كبرت، تما فين يعني من نهار تزاديت، تزاديت في يعقوب منصور وبقيت في يعقوب منصور الى حد الان. عندي العائله كلها تمايا. هنا باش بديت هذه الانطلاقه هذه، باش نعرف واش الموهبه تولدت معك ولا كانت جات من بعد، ديال الفن ديال الغناء. هي في الحقيقة في الأول يعني الموهبة جات هكاك مع عند الله سبحانه وتعالى. يعني من الصغر، ملي كنت صغير، ملي كانوا مازال ما كاينش الأجواق، مازال ما كاينش هاد يعني هاد الظاهرة ديال الأجواق، ملي كان الجروبية ناس الغيوان، جلجلالة، المشاهب. كتكلم لي على الحقبة ديال السبعينات. يا يعني بديت انا بديت مع مجموعه ديال الجروب. سلماني يا سي محمد. ها سلماني ناتير لك هاي سبيكني للراس. ما شاء الله بارك الله فيك. اذا هنا انت جيتي في واحد الحقبه ديال الغوال، المشاهب، مجموعه بورغون، كل هادو اللي كانوا في ديك الوقيته هذيك. انت باقي طفل صغير يمكن ديك الساعه كتتبع معاهم، ولكن امتى اكتشفتي راسك بانك باغي تمشي للغنى؟ شحال كان في العمر ديالك تقريبا؟ بليز او موان الوقيته اللي حسيت براسي بديت كان يعني بديت كنميل بديت كنميل يعني لهذا الميدان هذا، يعني في تقريبا في الثمانينات بديت مع واحد المجموعه جروب بحال الشكل ديال ناس الغيوان، جلجلاله، في الرباط. في الحقيقة من هذا المنبر زعما يعني يحصل على ذاك الوقت يعني أيام زوينة. يعني كنت كنخدم معهم في حفلات، في أعراس. جروب كان كانوا حنايا كنا خمسة ديال الناس بحال الشكل ديال الناس الغيوان، كنغنيو غير ناس الغيوان، جلجلالة، يعني وذاك الشعبي اللي كان من قبل. باقي صغير ديك الساعة. ديك الساعة باقي صغير. عندي صور الان زعما بداك الشعر كبير، داك الظاهره اللي كانت ديال الباطمه، ديال السروال، داك الشيء، القوامج، الكول طويل، وداك الشيء يعني احلى ايام زعما. بقى بداك الشيء ذكريات. ومن بعد تكون عندنا واحد الاوركستر في الحومه غير في الكاسي. واخا حيت باقي عندنا الوقت مازال غنهضروا، انا بغيت باش المستمعين والناس اللي كيتصنتوا لنا يكتشفوا اليوم معنا السي محمد الهبيري، لان واحد العدد كبير كيتصنت لك الان. الحمد لله الحمد لله. واحد العدد ديال الجمهور كبير كيتصنت ليك، لانه ملي حطينا الفيديو ديالك والناس كيسولونا اش من ساعه غادي يدوز، اش من نهار غادي يدوز، اكيد انك عندك جمهور تبارك الله ما شاء الله. الحمد لله الحمد لله. وبالتالي بغينا الجمهور ديالك يعرفك اليوم، يعرفك مزيان. اشنو كان سميت هذيك الفرقه الاولى اللي تكلمت عليها؟ ماشي وليدات الرباط؟ لا أه؟ وليدات الرباط.
لا الفرقه اللي كانت كانت نجوم يعقوب المنصور. نجوم يعقوب المنصور هذه اول مجموعه كنبدا مع كنبدا فيها انايا. وديك الوقيته ما كنتش يعني كمغني، كندير الميزان. فهذيك اللحظه كانت واحد الظاهره ديال المجموعات كيوجدوا في الدار البيضاء في الرباط، كان كما قلت لك كانت المجموعه اللي خرجت في الرباط وليدات الرباط، يمكن حتى المجموعه اللي كتكلم عليها هي كانت واحد اللحظه جميله كما تكلمتي سي لبيري، انه ما كتنساش هذه الذكريات ابدا ابدا. حسي لاباز، هذيك هي لاباز ديال المشوار الفني ديال الانسان. ولكن بالنسبه للدار كيفاش كان الحال ديالهم؟ كيشوفوا سي محمد هو غادي جاي هذه الطمطم ها الشعر، وكتعرف يمشي للقرايه ديالنا حنايا في الاول. الانسان كتكون كتمارس الدراسه ديالك وكيشوفوا بانك كتميل واحد الميدان اخر ويمكن تخلي الدراسه ديالك، وكان الخوف كل شيء ديال الوالدين. يعني مساله طبيعيه، يعني اي فنان كيعيش هذه المرحله هذه. كان عندي شويه المشاكل مع الوالد الله يرحمه، اشات في يدي واش كتفلى علينا، واش انا القرايه هي الاولى، وداك الشيء. هذه المشاكل يعني طبيعيه معروفه كيعيشها اي فنان. ولكن من بعد تتولي ديك الثقه، ملي كتولي كتخدم وشويه هكا وكتجيب مصروف كتعاون الدار، يعني كيكون واحد كتفتح لهم واحد الباب جيستومون، يقولوا بدا الوليد راه بدا يعول على راسه. يعني غير الوليد بوحدو اللي كان شويه اللي كان الوالد كان ضد هذه الفكره في الاول. ما خوتك خوتي حتى انا هو الكبير في الدار، يعني انا كانت عندي كلمه على خوتي. الوالده كانت يعني عادي، الوالده ما الام دائما مسالمه وسيرتو في ذاك الوقت. الوالد كان ضد هذه الفكره نهائيا. جميل. داك الشيء استغرق وقت طويل باش زعما اقتنع. واخا غادي نخليو المستمعين والمستمعات مع اول اغنيه ثم نرجعوا باش نكملوا الحديد ديالنا. كما قلت تحديد شيق وجميل مع ضيفنا وفناننا اليوم محمد الهبيري. نمشيو مع هذه القطعه. ونودو يا البنات نودو حي
تجينا مداد عدا 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 أيوة آه. مرحبا بكم من جديد وضيفنا لسهرة السبت لهاد الليلة هذه السبت 12 نوفمبر الفنان الشعبي سمح الهبيري. سمح محمد معايا ليك ضيف من الأصدقاء العزاز ليك سي مصطفى السكيكي. مساء الخير. أهلا وسهلا فيك أخي العزيز. كيف حالك؟ الحمد لله نحن وإياكم إن شاء الله بخير. اليوم نستضيف طبعا مصطفى كنستضيف سي محمد الهبيري اللي هو فنان شعبي. لو سمحت يا مصطفى يعني تنقص لي شوية الميديا لأن يعني عندي روتور يرجع لي في الكاسك. اليوم ضيفنا أحد أصدقائك سي محمد الهبيري، شنو كلمة في حقه إذا كان ممكن؟ تحية كبيرة للأستاذ محمد الهبيري. محمد الهبيري فنان كبير
عندما بنحكي عن الفنان محمد الهبيري كأننا عم نحكي عن الوفاء، عن المحبة، عن الإخلاص. الفنان محمد عندما بحكي عنه بحس إن يمكن شهادتي شوي مجروحة، لأنه هو واحد من عائلة ليالي بيروت. بكل صدق بقول عمري ما حسيت إنه الفنان، إنه الفنان محمد الفن بالنسبة له هو مصدر عيش فقط. الفن بالنسبة لمحمد بحسب معرفتي فيه هي رسالة بيحملها. لو جينا نشوف محمد، الفنان محمد من خلال ليالي بيروت، فينا نقول بكل فخر ليالي بيروت ما زالت في الطليعة على مستوى الفني وعلى مستوى الحضور ونوعية الحضور. والفنان محمد الهبيري هو أحد أعمدة ليالي بيروت. يعني لو 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 يعني لو طلبت منك يعني كلمة تقولها له مباشرة وهو كيسمع فيك الآن وكيتبع فيك يعني كل أخي كلمة. أخي محمد، أخي محمد مش محتاج لنصيحة. أنا لا مش نصيحة، لا مش نصيحة. أنا بنصحه يكمل مثل ما هو. الفنان محمد هو إنسان متواضع، فنان كبير، أخلاق كتير عالية. مصطفى، أنا بقول له كمل مثل ما أنت أخي محمد، مثل مصطفى، ما أنت مصطفى. نعم، أنا الآن بغض النظر على كل ما قلت، أنا بغيت كلمة موجهة له مباشرة كأنه أمامك وأنت تشوف فيه الآن. يعني هيدا الشيء اللي عم قلو يا أنا بدي إياه يكمل مثل ما هو، يحافظ على كل محبينه بهيدي البلد. رسالته يؤديها، لأنه نحن كمغتربين بهيدي البلد محتاجينك أخي محمد، فعلا محتاجينك ومحتاجين كل اللي مثلك ينسونا هم الغربة اللي نحن فيها، عذاب الغربة اللي نحن فيها. أنتو خلاصنا وأنتو صوت ضميرنا. حبيب محمد، قل انت كم حبيب محمد. مصطفى السكيكي ده مش صديق بس ده اخ، وكنشكرك شكرا جزيلا حبيبي مصطفى، وانت ديما على راسي وانت عارف هذا الشيء، وباكمل لك كل احترام والتقدير. الله يخليك ويبارك فيك. اذا سمح لي مقدم البرنامج، بحب وجه كلمه صغيره للمغاربي، اهلنا المغاربي. تفضل. بحب وجه تحية خالصة من القلب لأهلنا المغاربي، اللي هني العمود الفقري للمغتربين العرب، اللي هني عون لنا بكل المجالات. المغاربي حقيقة نقول من قلبي مثل ما ظلي، كل ما اشتد المطر زادت حاجتنا لإلهن. المغاربي مثل الشمس ضوّن ساطع بس ما بيغيبوا مثل الشمس. المغاربي مثل التلج قلوبهم بيضة، ولكن مهما اشتدت الحرارة ما بيدوب. لذلك بقول لهم باسمي، باسم ليالي بيروت، باسم كل المغتربين العرب، علاقتنا فيكم مثل علاقة الإيد بالعين. إذا وجعت العين، إذا وجعت الإيد بتدمع العين، وإذا دمعت العين تمسحها الإيد. ألف تحية لأهلنا المغاربي أينما كانوا. وأكيد إحنا لابد أننا نصفق على هذه الكلمات الرائعة. شكرا لك يا مصطفى، شكرا جزيلا لك مصطفى سكيكي. وطبعا هذه الكلمات تحية قبل ما أسكر الخط، تحية لأسرة راديو أرابيل، عاملين وقيمين عليها، لأنه صوت ضميرنا بهذا البلد. شكرا مصطفى، شكرا جزيلا. يعني حقيقة كلمات معبرة ومعبرة جدا من مصطفى سكيكي، لا في حقك سي محمد، ولكن لك في حق الجالية المغربية في هذا البلد اللي اعتبرها مصطفى سكيكي كحاجة كل الجاليات إلى المطر بوجود الجالية المغربية. شيء جميل وكلام كبير جدا ورائح. مصطفى، بقيت مع مصطفى شتي دانيا. سي محمد الهبيري، هنا الآن انتقلتي من هذيك الفرقة الشابة إلى فرقة أخرى، تكلمنا عليها شوية. هو من يعني التحقت بديك الفرقة ديال الحي، من بعدها يعني اشتغلنا مع بعض لمدة سنتين ثلاث سنوات، ومن بعد عملت الفرقة ديالي خاصة. هنا سي محمد الهبيري الآن كبر، تعلم
خصو يعتمد على راسو. هو تعلم تعلم يعني حتى واحد مع واخا كنوصلوا لواحد اي نيفو يعني الانسان ديما كيتعلم كل نهار كيتعلم شي. يعني مني درت الفرقه ديالي قررت ندير الفرقه ديالي خاصه بيا. واش في نفس النمط الغيواني ولا بدلتي هنايا؟ اوركستر يعني من ناحيه ديال فرقه موسيقيه فيها الات يعني عصريه عصريه كمانجا الباتري الدربوكه حيت من قبل ما كانش هادشي كان غير الطمطام والبنادر والبنجو داكشي ديال الفرقه الغيوانيه. الكاسك تبقى مهني مع راسك وتسمعني مزيان انا واخا نبقى ندير الكاسك لانه محتاج. هنايا كتغني جميع الاغاني ملي درتي هاد الفرقه يعني ما التزمتيش بفن واحد مثلا غير الشعبي؟ لا لا يعني يعني ما يمكنش. حنا كنا كنخدموا حفل اعراس مغربيه كتعرف الاعراس يعني فيها خصك تكون من كل فن طرب كتغني جميع الالوان يعني شرقي عصري شعبي ملحون اندلسي مع الدوره ديال العروسه راك تعرف الاعراس المغربيه ديالنا ضروري من داكشي زيني. يعني هي البدايه كتكون يعني مش كتكون يعني طوب يعني 100% كتكون ديك البدايه تدريجيا تدريجيا عاد من تدوز واحد المده كتاخذ تجربه عادي من بعد يعني كتولي كتكبر الفرقه ديالك كتكبر النمط اللي كتخدم به. ومن ناحيه ديال الالوان يعني ضروري في الاعراس راك عارف الاعراس ديالنا حنايا المغربيه وسيرتو الاعراس المغربيه يعني تيخصك دير كل شيء يعني تتغني ملحون كتغني شعبي كتغني مغربي كتغني عصري اللي تطلبات كتاديها. واش كياديها فنان؟ حنا الان يعني بحال نقصت شويه ولكن غادي نرجع ما كاين مشكل. واش كياديها فنان واحد ولا خصو يكون معاه مجموعه ديال الفنانين؟ هي ضروري ضروري كيكون داك الشيء جماعي يعني بحال مثلا الطرب الاندلسي في الدوره ديال العروسه مثلا ولادي الاندلسي كيكون خصو يكون جماعي. ويعني كان معايا مغني دائما واحد الاخ كان كيدير معايا الكمانجه وكيغني في نفس الوقت. يعني ما يمكنلكش انت العرس كله تغني بوحدك اكيد ما يمكنش. هنا السي محمد واش بديتي داخل الاحتراف ولا باقي ولا غير كتدير العرسات صافي وكترجع تمشي تقضي الشغلات ديالك؟ كتحكي على الان؟ لا لا من قبل باقي احنا ما وصلناش الان احنا باقي في المغرب. دوزت واحد هنا دابا كونتي الفرقه ديالك؟ اي كونت الفرقه ديالي. لكن واش كانت محترفه ولا غير بالمناسبات؟ لا في الاول كانت بالمناسبات دوزت واحد الوقيته وخديتها احترافيا والدليل هو ان سجلت 3 ألبوم تما في المغرب ملي كان ايامات الكاسيت مازال ما كاينينش لي سي دي. سجلت 3 ديال لي زالبوم وخديتها بشكل احترافي وحبست الدراسه. داكشي اللي كان خايف منه الوالي. داكشي اللي وقع داكشي اللي خاف منه الله يرحمه وطحنا فيه. ولكن هنايا صافي قلتي الان سمحت في الدراسه سمحت في كل شيء ونشد واحد الجهه بعدا نصور لنا طرف الخبز بعدا لان الانسان جاي مستقبل جاي غادي يتزوج يدير الحياه ديالو. صافي انطلقتي؟ انطلقت بصفه رسميه يعني بصفه رسميه وبصفه احترافيه يعني درت مجموعه ديالي. من نهار درت المجموعه ديالي بقات ديك المجموعه بديت كنكبر في المجموعه وكتعرف يعني الانسان كما كيقولوا بقطره بقطره تيحمل الواد يعني بشويه بشويه تولت عندي مجموعه. درت 3 ألبوم وليت كنتعرف ولات المسيره ولا التيران كيعمر وليت يعني في الرباط معروف في الرباط كنهضر على الرباط في البدايه. من بعد صافي المسائل مشات بوحدها. واش كانت الساحه خاويه شويه ولا كانوا بزاف ديال اوي ديك الوقيته كانت الساحه شويه خاويه وكان واحد المستوى عالي حتى من ناحيه الموسيقيين كان واحد العز كان واحد المستوى كان واحد الاحترام حتى الناس اللي كنا كنخدموا عندهم تصور الى درجه انك يدخل الاوركستر بحال ما عرفش شكون اللي داخل. الصلاه والسلام عليك رسول الله وكان واحد القيمه كبيره ماشي بحال دابا. هذا كيجبدني انه نسول هذا السؤال هذا لانه ضروري منك ولد الرباط وتفضل الرباط. واش كنتي كتغني غير الناس ولاد الشعب ولا كنتي كطبقه حتى هي شويه الفوقانيه يعني بحكم الرباط؟ من بعد ولينا كنخدموا على الناس كاملين واحد الوقيته يعني كاع وصلت واحد الوقيته اللي ولينا كنخدموا على الناس كبار كبار نظرا للثمن اللي كنت كنطلب. كنتي
كذا طلب الغلاس يعني واحد الوقيته ماشي في الاولى يعني كنقول لك مني تعرفتي فوالا جوستومون وليت كنخدم عند خليجيين ولينا كنخدموا اعراس كبيره نظرا ماشي انا يعني انا من ولد الشعب ولد يعني انتوراج يعني ماشي نقول لك انا ثاني عشت في الفقير والديا فقراء اذا من وليت كنعرف ناس في المستوى وليت كنطلب ثمن دون فاسون انديريكت يعني اوتوماتيكمون كيجي زبون ولا كليان مثلا كطلب ليه مثلا القد والقد الا كان هو في المستوى البسيط ما يقدرش يعطيه لك. ايوا هنا 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 غادي نسول عاود سؤال اخر عاود واكيد انه هذه الاسئله اللي كنسولها غادي يطرحها للجمهور. وي. واش هنا السي محمد الهبيري ما بقاش كيشوف الناس ديال ولاد الشعب ولاد الحومه والقيطون لا بالعكس والسطاح بالعكس 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 يعني انا كاين الناس اللي كان جيني للصراحه لا بصراحه بكل صراحه والله القسم نو حنا كنهضر لك على الناس اللي اونيفو عالي كنخدموا عندهم يعني نظرا للماده نظرا ولكن وهاد الناس اللي كتحكي عليهم استاذ شاطير انا بكل صراحه كاين الناس انا اللي خدمت اللي خدمت لهم مجانا ببساطه ببساطه مجانا اولاد الحي اولاد الحومه ديالي تنكون كاع خدام في بلايص اخرين هوت نيفو وكنجي كندير ساعه ساعتين شي ندربكم ولا بندربكم غادي تجوج ما فحالوش انا خدمت تعييت مجانا اقسم بالله مجانا حيت انا كبرت في ذاك الحي وكبرت في, في يعني عائله يعني فقيره ويعني ما كاين حتى شي مشكل غير يعني المهم ما تغيرتيش انه لا الانسان حيت ولا كيخدم مع الناس الفوق وداك الشيء بالعكس استاذ شاطر انا باقي لدابا الان كنهود للمغرب كان انا واخا دابا الرباط كان ما كنهودش ليه بزاف بقاش انا وليت ساكن في طنجه دابايا كنهود نشوف العائله في الرباط كنهبط للكارتي ديالي الحي اللي كبرت فيه عطاوك الجنسيه في طنجه بعدا عطاوك الجنسيه خديت المراه ديالي طنجاويه خديت المراه ديالي عطاتني الجنسيه حيت انا بيضاوي عطاوني الجنسيه ديال سله والله داروا لي اخويا الجنسيه خديتها استاذ شاطير والله وصافي ان كرون بليزير ويحصل لي الشرف يعني المهم انا قلت لك انا كنمشي دابا للكارتي ديالو كنجلس مع الدراري غير في الشارع في الكارتي ديالنا كنجلس مع الدراري القدام الدراري الجداد جميل صافي ان كرون بليزير اذا غادي نرجعوا نسمعوا الموسيقى ونرجعوا
ناس هولندا بلجيكا وفرنسا والمانيا. ناري وليدات كويزان الداو الخبيزان هذا المقطع نرجعوا ليه. ولكن سي محمد معنا، سي محمد كذلك معنا، سي محمد نمشيو نسمعوا واش غادي يقول كلمة في حقك. سي محمد مساء الخير، مرحبا بك معنا. الله يبارك فيك، الله يرحبك الجنة خي شاطير، وهذه فرصة باش نتكلم معك والضيف الكريم اللي معك كذلك. إذن سي محمد الهبيري هو ضيفنا اليوم، بطبيعة الحال أكيد عندك معرفة عليه، ونخليك تقول كل ما في حقه. أول حاجة قبل ما نهضروا على سي محمد الهبيري كفنان، نهضروا عليه كإنسان. سي محمد الهبيري إنسان عنده قلب كبير. سي محمد الهبيري ذو أخلاق عالية، محبوب عند الناس، وما شاء الله ما شاء الله واحد الابتسامة عنده ديما ديما منورة ديما. واللي غنقول في حقه واحد ثلاثة ديال الأبيات شعرية: صفات من أهل الخليل، برؤيتك الهموم كلها تزيل، ومعاك الملل مستحيل. هذه في حق الأخ الهبيري. أجدهر لك السي الهبيري، هادو كلمات قصيدة دارهم في حقك سي محمد هاد النهار. والله شهادة كنعتز بها الأخ محمد، الشكر الجزيل هو والمدام ديالو سكينة، كنحييهم لهذا المنبر وكنشكرهم الشكر الجزيل. وراه ماشي صديق، راه أخ، وشكرا وشكرا بزاف والله، اللسان كيعجز عن تعبيره. وبهذه المناسبة هذه الأخ شاطير تنهديلو الأخ ديالي الأخ الفاضل المحترم أغنية ما منك زوج غير أنت واحد، وكنزكي واحد النقطة شار ليها الأخ المحترم مصطفى السكيكي، لان مع سي محمد الهبيري كينسينا الغربه، كينسيك يخليك في واحد العالم جو عائلي، والله يعمر به والله يخليه. حتى انا بدوري غادي نلبي لك الطلب ديالك بعد قليل، وغادي نهدي له الاغنيه اللي هديتيها له ما من نزوج. شكرا لك سيدي، تبارك الله عليك. شكرا، بارك الله يبارك فيكم. سمعي الكلام، نرجعوا لهذه القطعة الجميلة اللي كنستمعوا لها، واللي هي زعيرية ياك ساكن ساكن، هذه اللي كنا كنسمعوا دابا ساكن دابا السوسي. غادي تشرح لنا الشيء، لانه خصنا نعرفوا حنا كنسمعوا الشعبي، ولكن غير كان كيطربنا بلا ما كنعرفوش بزاف ديال الحوايج. غادي نجيو لهذا الشيء. وجيت عندك سبب ليا Thank you.
ماشية بلا والدين وكتطير بلا جنحين وهي سوسي وجيت عندك سبب ليا وجيت عندك سبب ليا وجيت عندك سبب ليا والسياف مول سيف وجيت سيف جاني ماضي وهي السوسي وجيت عندك سبب ليا على أرابيل إف إم. سهرتنا متواصلة مستمعي الكرام، قبل ما نمشيو للفاصل نحاولوا نعطيو الكلمة بسيطة ليك باش نكون وصلت رسالة. لالا خديجة، لالا هجر، سي جمال ومصطفى والعالية كيبلغوا لك سلام حار، وهادو من الناس المعجبين بك. هذا شرف لي كبير، وانا كنشكرهم الشكر الجزيل. ومحبة الناس راك عارف استاذ شاطين، محبة الناس ما كتشراش، يعني هذا شرف لي كبير وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وشكرا، شكرا للجميع. اذا يعني السلام ديالكم انا وصلتو، حيت عليه واحد التقليد الامانه. فغادي نرجعوا مستمعينا الكرام ونواصلوا الحديث ديالنا مع فناننا وضيفنا وعريس هذه الحلقه الفنان الشعبي سي محمد الهبيري بعد الفاصل. نعود. ستة نقطة ثمانية. إذن مرحبا بكم من جديد، وإحنا دائما مع الفنان ديالنا الشعبي سي محمد الهبيري. أنا سي محمد كنتي بخير وعلى خير، إنسان عايش مزيان مستور الحمد لله. الحمد لله. تأخير. الحمد لله. كيفاش تجت الهجرة؟ سؤال يعني مهم. الهجرة عمرها ما كانت في البال أستاذ شاطير. كتابة الوصف؟ لا لا، جات يعني بالصدفة. كنت في واحد العرس مغربي وبقي عقل بالضبط في أقدال في الرباط، يوم السبت، واحد السبت إن شاء الله. و
وكان واحد السيد كان عنده محل هنا في بروكسل وقترح اول مره ديالو اقترح عليا باش نمشي. انا ما رفضتش يعني الفكره ولكن اقترح عليا هو لحقاش كان غيجيب واحد المجموعه هنايا وكان قال لي تمشي مع واحد السيده فنانه غنيه عن التعريف هنا في بروكسل حتى في المغرب. في المغرب غنيه عن التعريف اكثر من هنا. هي الفنانه المحترمه اللي اكن لها كل الاحترام والتقدير الفنانه فاطمه الشباعي. دونك يحصل لي الشرف ان لحقاش كنت كنسمع بها حتى هي كان عندها اسم في الرباط ويعني يعني لبيت الرغبه ديال السيد قلت لي واخا نمشي معها ما كاين حتى مشكل. هي كان عندها مجموعه ديالها خاصه بها وكنت انا غنمشي معاهم نزيد معاهم حيت الفنانه فاطمه الشباعي معروفه كتغني الطرب الشعبي. وانا ملي تلاقيت به في ذاك العرس يعني قال لي انت كتغني مثلا الشرقي والخليجي والشعبي تغني كل شيء يعني تمشي معها باش تخدم انت وياها. اذا انا رحبت بالفكره وفي الحقيقه حتى الفنانه اللي كنحترمها بزاف وكنشكرها بزاف يعني هي في الحقيقه بسببها باش جيت انا هنايا. واخا كانت الفكره من عند مول المحل يعني السبب كيرجع الفضل كيرجع ليها هي. ومن هذا المنبر كنحيي الفنانه فاطمه الشباعي احب من احب وكره من كره. وديك الشيء اللي جبناها لك حنايا اليوم لهنايا الاستوديو باش تكون حداك وتكون قريبه ليك. يحصل لي الشرف، شرف ليا كبير. وربما كان يعني الغرض هو ان نجمع الفنانين وهذا هو الحلم ديالي والامنيه ديالي في هذا البرنامج هذا هو يكونوا جميع الفنانين متحدين متلاحمين كتجمعهم كلمه واحده هي الفن. وبطبيعه الحال غادي نعطيو الكلمه لفاطمه الشباعي اللي كيف قال فيها سيدي محمد دبير وهذا يعني اعتراف منه للجميل انه يتعامل مع فنانه كبيره. وحنا تكلمنا على لاله فاطمه الشباعي انها فنانه اللي عطات الكثير ومازال غتعطي واكيد بالعوده ديالها غادي تعطي كلمات كبيره قالها في حقك سي محمد الهبيري. وانا جبتك انت باش تقولي في حقه كلمه وهو هو هو سبقك قال في كلمه. انا غنقول كلمه واحده في الاول وعاد غنرجع عنده سي محمد كبر بيا الله يكبر به. المهم بسم الله الرحمن الرحيم. كنشكرك الاخ محمد شاطر بزاف 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 لانك واحد الانسان طيب واحد الانسان كتجمع بين الفن وبين الفنانين وانسان عندك واحد الذوق وعندك واحد القلب ما كتميش بين هذا وهذا كل شيء عندك جميل الحمد لله. كنتمنى لك التوفيق. الله يبارك فيك. وكنشكر هذه الاذاعه ديال ارابيل بزاف لان هي تحتنا واحد الفرصه كبيره ما بين التواصل بعدا وبين الغربه وبين الناس ديال البلاد. الهبيري الهبيري غنهضر عليه كانسان. الهبيري خويا الكبير وحتى انا كنحترمو وكنقدرو ما عمرني ما هزيت فيه العين. وانا ماشي انا اللي كنت سبب الله سبحانه وتعالى هو اللي باغ. حنا كنا جينا باش نديرو واحد الكالا وهاد الكالا كان دوك الناس باش غيديروا بينا واحد الجوله ما بين بلجيكا وفرنسا وهولندا والمانيا ودرنا واحد الجوله اللي لقات واحد الاقبال كبير بزاف. والاخ محمد الهبيري واحد الانسان كيف ما قالوا فيه الاخوان لا الاخ مصطفى ولا الاخ سي محمد هو واحد الانسان متواضع حنون ما يجرحكش واخا كيتجرح هو كيصبر في حقه وما كيبينش داك الشيء للناس اللي كيبغيوه ولا اللي ما كيبغيوش. فهمتي هو واحد الانسان كيستحمل انا ما نستحملش ولكن هو واحد الانسان كيستحمل كيحني راسو. داكشي علاش قال فيه سي محمد دائما الابتسامه على وجهه كيبتسم واخا انت تقدر تجرحو بواحد الجروح واخا يكون يعني وانا كنقول له علاش سي محمد كيقول لي يا فاطمه اختي اللي كيبغي هذا الميدان ميزه كيمتاز هو عطاه الله سبحانه وتعالى داك الصبر. انا ماشي بحاله انا شويه نقدر نفاعل هو لا هو يعني انا ما ترددتش ولا لحظه من قالت لي راه
عيطت لي لفاطمه وقالت لي راه غادي نعطيك واحد الفنان شعبي كبير وغادي يعجبك وغادي يعجبك الجمهور بزاف. لا عزيز عندي فاش قدمته ليك نورمالمون بسرعه ما تردناش الحمد لله بارك الله فيك شكرا خاصة انه ملي تلاقيت معاك وعطيتيني العمل ديالك ف الحقيقه كنشجعوك ونتمنوا لكم التوفيق. مازال غادي نرجعوا لك لاله فاطمه غادي ناخذوا يعني كلمه من عند مستمع اخر ان شاء الله بحول الله ناخذوا استراحه غنائيه باش ما نكثروش على الناس بزاف هما تما باغيين يسمعوك ويعرفوا الغناء ديالك فنمشيو ونستمعوا لهذه القطعه الغنائيه اعزائي عزتي ونرجعوا بسرعه باش نكملوا الحديث ديالنا ما تمشوش بعيد. See you.
غير نعاسي السين طنجاوي يجرح ويداوي ويلي ويلي ويمشي ويجي ويلي ويلي السين الفاسي وطير نعاسي دائما مع هذه الاغاني الشعبيه اللي الفنان ديالنا الشعبي اللي حاضر معنا واللي هو ريس هاد الليله هادي سي محمد العبيري. سي محمد غادي نمشيو مع دائما مع شهادات في حقك من خلال الاصدقاء الاحبه ديالك. شفنا لبنان شفنا المغرب غادي ننتقلوا لام الدنيا وعماد. مساء الخير. مساء الخير. ازيك حبيبي؟ الحمد لله كله بخير. الحمد لله الحمد لله. انا اليوم اكتشفت ان الاخوان العرب سواء اللبنانيين المصريين عاشقين الفن المغربي. طبعا طبعا الفن المغربي يتميز ما بين جميع الفنون العربية بمذاق خاص. وطبعا الاغاني المغربية احنا سواء كان الشعب المصري او جميع الشعوب العربية بتتذوق هذا الفن الجميل وله طابع خاص دايما احنا بنحبه. والفنان طبعا محمد العبيري احنا بنحب ان احنا نسمعه لانه بيفكرنا بالطرب الاصيل بتاع زمان اللي دلوقتي احنا ما بنلاقوش في كثير من المغنيين العرب. وده اللي بيخلي ان احنا دايما لما بنحب نسمعه
بنقول احنا بالمصري بيصلصلنا. يا سلام. لان هو صوته مميز وله نبره في طبقات صوته مش موجوده في كثير من المغنيين اللي احنا بنقول عليهم دلوقتي مغنيين ترانزيت، اللي هم بيطلع يغني الاغنيه ولو انت جيت سمعت الاغنيه مره تنساها في دقيقه يعني. نعم تنساها في دقيقه بالضبط. لكن طبعا اغاني فناننا المحبوب تحب تسمعها مره واثنين وثلاثه، وكل مره بتسمعها كانك بتسمعها لاول مره، وبتسلطن مش بس في الصوت وطبقات الصوت، وانما كمان الميوزك بتاعها مع صوته الجميل بيخليك كده بتنتعش في سماع الاغنيه الجميله. واحنا دايما بندعو له بمزيد من النجاح ومزيد من التوفيق، وان هو يمتعنا دايما باغانيه الحلوه اللي احنا دايما بنحب نحتفظ بيها دايما، سواء كان في السياره او كان في المنزل، دايما بنحب دايما تلاقي اغانيه دايما عندنا. بنتمنى له كل خير وتقدم دايما ان شاء الله. يعني لو خليتك معاه في ثواني توجه له مباشره الكلام يعني. طبعا تفضل حبيبي عماد. تفضل. الو عماد، معاك على الخط. انت سامعه ولا مش سامعه؟ سامعه. يلا تكلم معاه، هو يحب يسمع. طبعا فناننا المحبوب احنا بنقول له مساء الخير بالفرنسيه بونسوار، وبالايطاليه بوناسيرا، وبكل لغات العالم. حبيب القلب ربنا يخليك لينا، دايما نحب نسمع اغانيك الحلوه، واحنا بنقول دايما بالمصري بنتسلطن. حبيب القلب بوجودكم، والله بوجودكم، والله الطرب الاصيل اللي احنا دايما بنفتقده دلوقتي في كثير من اللي احنا بنقول ليهم المغنيين الترانزيت، اللي هو بتسمع الاغنيه مره اثنين خلاص، لكن اغانيك الحلوه دايما بنحب نسمعها مره واثنين ومية، ودايما اغانيك تلاقيها سواء في السياره او في المنزل، فدايما في تقدم، ودايما في احلى كده، احلى الحفلات واحلى الاماكن، نحب دايما نسمعك وما تحرمناش منك دايما. حبيبي استاذ عماد، حبيبي وجودكم، والله حبيب القلب، والله شهد اعتز بها حبيبي، وربنا كده ما يحرمنا منك دايما حبيب القلب. حبيبي وفي كل اغنيه طرب جديد، عرس حبيبي، وسلطنه جديده، وصوت مميز، وطبقات من الصوت المميزه دائما. حبيب القلب شكرا جزيلا. شكرا حبيبي، شكرا لك حبيبي عماد على هذه الشهاده. حبيبي شهد اعتز بها والله. أكيد حبيب القلب. أكيد. يعني أنا اكتشفت اليوم فيك أشياء حقيقة، أنه رسالة قوية كتحملها على العاتق ديالك، لأنه اليوم ما بقيتيش كتغني للمغاربة بوحدهم، إنما كتدي رسالة كسفير للأغنية المغربية عند الإخوان ديالنا المشارقة، والتعريف بها يعني باش تعرف بالخصوص خاصة بالشعبي المشارقة، راه ماشي سهل. طبعا ماشي سهل، وباش توصل لهم الأغنية الشعبية ولا المغربية بصفة عامة صعب جدا. هو شنو السر؟ هو بالنسبة لهنا بنحكي على هنا على بلجيكا، على بروكسل بالضبط. كتعرف من بروكسل فيها جاليات مختلفة، لبنان، سوريا، العراق، المغرب، مصر. من هذا المنبر كنحيي الدول العربية وإخواننا العرب من المحيط إلى الخليج بصفة عامة. هو احنا ما عندناش الاختيار كفنانين هنا في بروكسل، يعني tu dois être un joker c'est obligatoire pour le travail ici à Bruxelles. Bon donc انا كنشتغل يعني في حفلات، في اعراس، يعني على ذكر الاعراس تفضل. وانا كما خص الفنان يكون معايا صريح، يعني تفضل. احنا بحال الاسره هنايا، بحال العائله بطبيعه الحال، وبما ان الفنان كيجي كيكون عارف بان ذاك الصحفي غادي يصدعوا في راسه وغادي يطرح عليه اسئله. عفوا. واش كتمشي للعراسات غالي حتى هنا؟
الناس لا لا ما كاين مشكل نجيك للصراحه كارت سيغ طابل يعني ما كان يعني الناس راه كيعرفوني كي داير انا يعني واحد الحاجه 1 بلس 1 سي 2 ماشي 2 ديمي ويا 3 بون بالنسبه للاعراس كنطلب الثمن والدليل ان هنا في بروكسل ما كنشتغلش بزاف نظرا للثمن الناس ما كيعطيوش الثمن هنا مع كل الاحترامات للفنانه والاجواق اللي موجودين هنايا بالعكس باغ كونتر كنخدم في هولندا بزاف هولندا بزاف علاش علاش هاد القضيه بزاف ديال الناس كيقول لك انايا كان المغاربه في هولندا كيخلصوا الثمن وما كيتشطروش ماشي بحال الناس ديال بلجيكا كيتشطر عليك وكيبقى سميتو حتى في الماكله كيعطي لك غير واش هادشي بصح كاين صراحة لا لا زعما بغيتي استاذ شاطر كتقول لي الصراحه يعني هاد القضيه كاينه انا غادي نعطيك مثال بسيط غير هذه واحد دو سيمين اتصلت بي واحد السيده وكنتمنى تكون كتسمعني لا داعي للذكر الاسم ديالها لا بطبيعه ولكن كنتمنى يعني تكون كتسمعني بون اتصلت بيا وطلبت مني نخدم في العرس ديال ولدها صافي ان غون بليزير انسان كيختارك وتيجي لعندك باش تخدم ليه يعني شرف كبير غادي نقول لك نيشان يعني طلبت ليها 3000 يورو وربي شاهد عليا ما كنزيدش ولا كلمه واحده وهي كنتمنى قلت لك تكون تسمعني باش تعرف مني راه كنهضر على صواب طلبت ليها 3000 يورو علاش اولا عندي جوق فيه 12 واحد الى حداك شي تليفون خدام اللي حدا شي تليفون ينقص منه الله يخليكم نعم ايوا عندك فرقه فيها 12 واحد عندي فرقه موسيقيه يعني ديال العراسات كنهضر على العراسات فيها 12 واحد اللي كنخدم بها في اعراس يعني الا قسمت عليها هذيك 3000 اورو ما بقى والو المهم انا هي ملي سمعت 3000 اورو جاتها في شكل غض النظر كاين الناس كيخدموا حتى ب 10000 اورو في المغرب و 12000 اورو وكاين ادله مبينه اذا انا طلبت 3000 حيت هي هنا في بروكسل كون كانت في هولندا نطلب ليها 5000 وما كنكذبش الصراحه وعندي الدليل لهذا الشيء قالت لي 3000 دايره بها العرس انايا 3000 دايره بها عرس كامل قالت لي انا دايره بها العرس قلت لها مني دايره 3000 العرس يعني علاش مع ايطاليا هنا هي في الحقيقه خصني ندير معك حلقه اخرى ومع فنانين كاملين مع فاطمه وكلهم كنتمنى وتكونوا كتهضروا غير على هذا الشيء على هذه المشاكل باش نعرفوا كيفاش كيتمشى ولكن واحد القضيه الا سمحتي استاذ شاطير المشكل ماشي هو هذا المشكل ان دارت العرس وخدموا لها ناس اخرين بقل من داك الشيء خدموا لها ناس اخرين جوق لا داعي للذكر الثمن حيت كنعرف عارف الثمن باش نخدمو المهم هذا يعني هو المشكل اللي مطرح لنا بروكسل باغ كونتر هولندا كاين ان نوتر سيستيم بالنسبه لكم ملي كتخدموا في العراسات يعني كتكون كما قلتي كيجي الفرقه كتجي كامله كتديروا العرس للناس بالشروط اللي مطلوبه طبعا بجميع الاغاني الشعبي الشرقي الشعبي العصري الرقاده الريفيه لبسه وحده الجوق لبسه وحده كاين نظام في الشغل ماشي الاجواق كاملين ما كنقولش على الاجواق كاملين ماشي الاجواق كاملين منظمين ولا ماشي الاجواق كاملين مزيانين يعني كل وعنده السيستم ديالو في الخدمه لا حيت شنو اللي وقع هو ان الناس مالين العرس بعض المرات هادشي اللي كاين كيقول لك انايا انا غادي نمشي نجيب واحد الفنان اللي معروف وكيطلب الغلا غادي نمشي نجيب دوك الدراري الصغار كيجيو يلعبوا تنشطوا الناس ويمشيو في حالهم استاذ شاطر هذا هو المشكل اللي مطرح لنا في بروكسل هذا هو المشكل اللي مطرح لنا في بروكسل باغ كونتر هولندا لا هولندا كاينين اجواء قلال وكاين طلب كثير يمكن حتى المعروضين حتى هما كيجيو ناس للدواقه ما نهضروش كاع على الذوق كنهضروا حتى على الثمن كيعطيو الجوق قيمه لحقاش الجوق هو العرس الا ما كانش الجوق ما كاين والو هادشي اللي كاين في المغرب يعني كاين تنافسيه في انك تعيط للفنان شكون جا عندك في العرس جا عندي فنان كبير عندك هولندا والمانيا وفرنسا بحال المغرب باغ كونتر هنا مالوغوزمون ما كاينش هذا الشيء هنايا حاضر غادي ناخذ فاصل اعزائي عزتي ثم نواصل هذه الجلسه الفنيه مع فناننا الشعبي سي محمد الهبيري
العالم هكا. هاد اللم اللم هادي قطعه ديالك هادي يعني قديمه ديال اللعبات وشديتها وعملتها بطريقتي انايا. يا سلام. بتوزيع جديد وب موسيقى جديده. هادي كانوا كيلعبوها كان هي الوقت قطعه قديمه ديال اللعبات ودي غناوها بزاف ديال الناس ولكن كل واحد غناها بطريقته. انت درتي لها هاد الستيل. درت لها هاد الستيل هكا. اش دار لك مادام اننا دزنا شفنا لبنان شفنا مصر نمشيو للعراق ونشوفوا كذلك شهاده في حقك هذه المره من الاستاذ عماد من العراق. استاذ عماد مساء الخير. مساء النور علينا وعليكم. كيف حالك يا استاذ؟ الحمد لله. عريسنا اليوم عريسنا اليوم وضيفنا اليوم في سهره السبت عبر مواجهه ربل هو الاستاذ الفنان محمد الهبيري. شنو يمكن الكلمه اللي تقول في حقه؟ نعم، أول شيء مساء الخير عليك وعلى أخي العزيز الفنان محمد الهبيري، وإلي الشرف بالتواصل معكم، ومساء الخير على جميع المستمعين. أكيد شهادتي مجروحة بالأخ العزيز محمد الهبيري من تواصله الفن وأخلاقه بالفن وتواضعه وطريقة تعامله مع الناس، وإحنا إلنا الشرف كعراقيين بأوروبا ونستمع إلى وصلنا لمحمد الهبيري انه الفن المغربي الاصيل فهمناه هنا في اوروبا. هذا يعني كان هو سؤالي الثاني. يعني استطاع محمد الهبيري كما قلت له الان يعني على عاتقه مسؤوليه كبيره هو توصيل الاغنيه. نعم. المغربيه لاشقائنا. نعم. العرب. نعم نعم نعم، انه هو وصل الفن المغربي مع احتراماتي لجميع الفنانين، يعني كلهم الناس خير وبركه، ولكن الاخ محمد الهبيري وصل بصوره صحيحه نفهم اللغه واللهجه والطريقه. احنا مرات يعني نحضر له حفلات نطلب منه الاغاني المغربيه اكثر من اغاني العراقيه والشرقيه، لكنه نستمع وننبسط بصوته وفنه. والمهم مع حفظ الجميع الألقاب، أنا بالنسبة لي الأخ محمد أعتبره شيخ الفنانين، هذا لقب أنا أقول فيه وإلي الشرف أقول له هالشيء. ما شاء الله حبيبي. أنا نستغلها يعني فرصة ونخليك تقولها له مباشرة أنه هو يسمع فيك الآن. نعم معكم والسلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عماد حبيب القلب. حبيب قلبي. حبيب قلبي الحمد لله، وأنت كيفك؟ شو اخبارك؟ والله لك وحشه والله. حبيب القلب لك وحشه والله. طول عمرك حبيب راسي. شنو بغيتي تقول له؟ يعني هو شيخ. انا بالنسبه مع احتراماتي لحفظ الالقاب
أنا بالنسبة لي كالأخ محمد هبيري أنا ألقب الشيخ الفنانين، لأنه الفن مو بس بالغناء وبالصوت، الفن بأخلاق، الفن بالتواضع، الفن أنه هو ما عنده طائفية، عنده جميع العرب أخوان، كل واحد له شخصيته معه. محمد هبيري أخ لجميع الموجودين، فهو أكيد شيخ الفنانين. حبيبي الله الله، تحية من عندي حبيبي. أكيد ومن عند شعب العراق. أنا ممكن أجاوب في جملة، أنا أجاوب محمد هبيري الأغا مش الأغا ده الملك أستاذ الأغا الشعب العراق. أنا أدي كلمة من عندي صارت عندك نفسية وما بيطلع ليش. نعم صارت عندك نفسية وما بيطلع ليش. بتذكر نعم. بتذكر أغنية لك وعيني قتلتيني وجرحتيني لك شيليني. آه يا الأغا آه آه توحشوا هاد الصوت قلبي حبيب القلب. حبيبي هذه اغنيه المفضله عند الاستاذ عماد الاغا. شكرا لك يا استاذ عماد، شكرا جزيلا لك الشهاده ديالك في حق الفنان. يعني يسمع مثل هذه الشهادات مختلفه، سواء ان طبعا الجمهور المغربي ما نتكلموش عليه، بدينا بمجموعه من الاسماء اللي حملوني رساله وصلتها لك ديال السلام ديالهم. لكن انه اللي فاجأني في حقيقة في هذا اللقاء معك سي لبيري هو ان واحد الجمهور عربي كبير كتوصل له الرسالة وكتوصل له الأغنية المغربية بتواضعك كما شهدوا فيك، بأخلاقك، وحبوك من خلال، وحبوا الأغنية المغربية من خلالك. هو الموضوع شنو هو؟ هو انه هاد الناس هادو كنلتقي معهم في حفلات وفي سهرات. بالنسبة لي أنا كنغني جميع الألوان، إذا باش تمزج بين المغربي والشرقي والخارجي والعراقي عفوا والعراقي مش سهل، مش بالسهل. دونك أنا مني كنأدي واحد الأغنية مثلا عراقية لشعب العراق كنكسبو، وميمطون كيكسبني هو حيت كنأدي تنعطيه واحد الحاجة مغربية ديالنا حنا، وكندخلها ليه يعني لراسو بطريقه فنيه وبطريقه باحترام تتنخليه هو تيبغيها تيطلبها مني مره اخرى. اذا ملي قلت لك انه الرساله ديال الفنان كتكون رساله على العاتق ديالو كبيره، راه فعلا رساله، ولكن طريقه ديال الطريقه باش توصلها ليه. يعني راه المغنيين كلشي تيغني مغربي، كلشي يغني عراقي، كلشي تيغني لبناني، ولكن باش توصل ليه الأغنية المغربية صعب. علاش؟ حيت اللهجة والإيقاع ديالنا صعب باش عراقي ولا لبناني ولا سوري يبغي الأغنية المغربية. إذا خص على عاتق من المطرب المغني، يعني كيفاش توصلها للعراقيين ولا اللبنانيين والسوريين باش يبغيوها. شتي دابا الوقت ما حسيناش به والله آه. الوقت دايز كيجري. الحمد لله الحمد لله. في خلال جوج ديال الدقيق انا بغيت نعرف علاقتكم بيناتكم كفنانين هنايا مغاربه. اه سؤال مهم استاذ شاطر، اللي كنبغي الصراحه انا غادي نجاوبك بكل صراحه. فاطمه راه داك النهار سخسختها هنايا، ولكن حتى هي كانت في المستوى وجاوبتني وقالت لي ما كاينش حتى مشكل. انا بغيت نيشان الاسئله اللي خصها تطرح تطرح. سؤال مهم وكنشكرك عليه بزاف استاذ شاطر، جاوبني بصراحه باش نكون بخير مع راسي. مالوغوزمون للاسف الشديد، يعني نفس الكلام اللي قلت انا. شوف انا غادي يمكن انا غادي نكمل الاستاذه فاطمه غنكمل ليها. للاسف الشديد هنا الناس مرض بواحد المرض كيسميتو الحسد والغيره، الله يشافي الجميع. ما عليناش، انا ما كنهضرش على كل شيء حيت لو بون اي لو موفي بارتو. كنهضر على بعض الناس وكنتمنى من قلبي يكونوا كيسمعوني الان، حيت الانسان ما كيبغوش الانسان اللي كيكون واصل ولا عنده اسم، حيت مغني ما عندكش الحق انك تحكم عليا انا كيفاش كنخدم ولا كيفاش كندير ولا علاش كنخدم ولا علاش واصل. لا، حيت الجمهور هو اللي تيحكم على الانسان. ما
كيبغوش انسان عنده شعبيه، ما كيبغوش الانسان عنده اسم، ما كيبغوش الانسان واصل حسن منهم عنده الناس كيبغيوه ما كيبغيوهش. كاين واحد النوع من النفاق وكنقولها يعني بكل صراحه. يعني صعيب انكم تجمعوا توحدوا الصفوف ديالكم وربما تشتغلوا كاملين ولا كاينه خبيزه كتقسموا بيناتكم؟ امبوسيبل استاذ شاطر للاسف. وهذا العبد الضعيف اللي كيحكي معاك والناس كامله كتسمعني دابا الموسيقيين في كيسمعوني كاملين وعارفين هذه القضيه، هذا العبد الضعيف هو الوحيد اللي كيساعد المغنيين وكيشتغلوا معايا وانا اللي كنجيب لهم الشغل. وهذه كنقولها كلشي كيسمعني دابا يعني كنقولها باقتناع. وهكاك وما كيرحموكش الهضره فيك فيك المغنيين والموسيقيين بدون استثناء هنا في بروكسل. هذا العبد الضعيف اللي قدامكم بكل تواضع، انا كنقبط محلات وكنقبط حفلات وكنعيط على الناس يخدموا هكاك وما كيرحموكش. ولكن راه كاين واحد المثل استاذ شاطر، عندنا مثل واحد المثل شعبي بالدارجه كيقول لك الا كثروا العديان عرف راسك غادي مزيان. ستوب الا كثروا العديان. مع كل احتراماتي كاع الفنانه، مع كل احتراماتي كاع الفنانه الحمد لله، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ورضاه الوالدين. كل شيء ديال الله، كل شيء ديال الله. نرجعوا بعد فاصل اعزائي اعزائي المستمعين الكرام، نواصلوا كما قلت ان الحديث شيق مع فنانة اليوم سي محمد العبيري واللي مر بسرعه وكذلك هناك شهادات في بسرعه تدلوك حقيقه. اذا نمشيو للفاصل ثم نعود. هذا المقطع درته بالعاني لانه مقطع حزين، وبما ان هادشي اللي قلتي لي ضرني في قلبي بغيت نعبر عليه بهذا الشيء، بهذا المقطع. يا سلام تفضل استاذ تفضل. لا علاش؟ لانه يحز في قلبي ان الفنانين ديالنا ما يكونوش مجموعين، ما يكونوش ما يكونش علاش السم؟ يا كل واحد كيشتغل، يا كل واحد عنده واحد كيدير رزقو، كل واحد عنده صوته، وصوت ديال فلان ماشي هو صوت ديال فلان، ولكن واحد صوت ديال فلانه ماشي هو صوت فلانه، ولا نجح فلان يمكن يجي لك فلان اللي ما نجحش يقول لفلان. للاسف الشديد، للاسف الشديد، للاسف الشديد، مالوغوزمون والله يهديهم، الله يشافيهم، الله يهدي مخلوق. هذا هو المهم، يعني الحق يدوروا ورجعوا ياك كيدوروا ورجعوا وبالنفاق. المهم شنو الرساله اللي تقول لهم دابا؟ تحية خاصة للمحبين وغير المحبين، هادو الفنانين. أوي بغيت الفنانين كنهضر على الفنانين. تحية خاصة للمحبين وغير المحبين، وهاد الجملة كيعرفوها كنقولها ديما، فاهمين هما اونتر بارونتيز عارفين شنو كاين. هو اللي كنبغي نوصل ليهم هو حتى حاجة ما دايمة، ما يدوم إلى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يعني واحد النهار غيحبس هذا، واحد النهار ما غيبقاش هذا، والإنسان ما ضمنش راسو الغدا شنو وقع. المحبة، الاحترام، نبغي راسي نبغيه ليك، تبغي الخير للناس كاملين، حتى ربي تيكمل. أكيد. أما إلا بقيتي أنت مقابلني وأنا مقابلك وهذي صافي غير ما غتستافد لا أنت لا أنا. أنا بيك ولا بلا بيك خدام، هذا ما عند الله سبحانه وتعالى هو اللي كيرزق. هضرتي فيا ولا ما هضرتيش فيا ما غتزيدني ما غتنقصني، وانا كذلك نفس الشيء. دونك شنو خص؟ خص نعاونك تعاونني، نبقاو مجموعين. ما كتعرفش الوقت شنو كتجيب، ممكن انا نحتاجك ممكن تحتاجني، علاش هذه الغيره وهذا الحسد؟ والمشكل هو رزقك كتديه بغيتي ولا كرهتي. ودابا هذا هو الغريب، هذا هو الغريب في الامر، انه لو كون مثلا كنتم متحدين ومجموعين وديرين مثلا واحد الجمعيه ديالكم، واحد النقابه ديال الفنانين، انه
حتى وهذا هو اللي غادي نطرح عليك الان الفنان ديالنا سي محمد الهبيري، كيفاش علاقتك مع الاعلام المغربي؟ من اي ناحيه بالضبط استاذ شاطر؟ يعني فنان معروف عنده اشرطه، واش كيعيطوا لك ما كيعيطوش لك؟ واش كتدوز في التلفزيون ما كدوش؟ واش كاين شي سهرات كيقول لك جا سي محمد الهبيري انت ممثل ديال المغاربه في الفن الشعبي؟ حنا شدنا شهادات من شرقيين الان في حقك، شهاده عزاز بها. اوكي، بالنسبه للاعلام المغربي كنهضر على المهم غير مؤخرا، ما يعني مؤخرا ماشي بزاف، دابا واحد تقريبا واحد 6 7 شهور تقريبا، ما عرفتش بالضبط شحال. المهم كان عندي لقاء مع مجله سميتها المغربيه، راه خرجت للسوق هذه مجله بالضبط في عيد الميلاد ديال الامير الله ينصره مولاي رشيد لو ميم جوغ، وكان باستضافه اللي كيحصل لي الشرف ان يحط الصوره ديالي حدا مولاي رشيد وملكنا المحترم الله ينصره محمد السادس نصره الله. يعني صافي ان غون بليزير ويحصل لي الشرف. يعني تهدرت ديك المجله وكنت فيها انايا، سميتها المجله المغربيه راه معروفه. واخا هذه على المجله. أوكي. يعني على اللي كتبوا تلفزيون. تلفزيون سؤال مهم استاذ شاطر، هذا هو اللي عندي مهم. سؤال مهم تري امبورطون. علاش؟ للاسف الشديد حنا كنهضر على الفنان اللي عايشين في المهجر. يعني حباده لو تكون واحد الاستضافه، واحد الالتفاته. انا غض النظر على هذا الشيء، يعني يشوفوا كاين فنانين عندنا بزاف في اوروبا اللي في المستوى، كاين فنان اللي خصهم واحد لو بوس. حنا خدامين الحمد لله، كاينه الخدمه كل شيء خدام، مي بالنسبه للتلفزيون حباده لو يشوفوا واحد الدوره عندنا هنايا. اوروبا فيها فنانه كبار، يعني يجيو يضربوا غير دوره، ولكن مثلا الانسان الى دق الباب ديالهم يرحبوا به. انا على هذا الكلام اللي كنقول، انا دفعت واحد السي في ديالي وبغيت نقولها هكا مباشره، غير مؤخرا دفعت واحد السي في ديالي للدوزام، لجوج برامج كيدوزوا في الدوزام، وهي مسار ديال بن الشيقر اللي كنحترمه وكنقدره وكنبلغ ليه من هذا المنبر سلام حار، تحيه ليه، وصباحيه الدوزام. يعني دفعت السي في ديالي وباقي كنتسنى. ماشي مشكل انك تسنى، مشكل واش لو ريزلتا سي بوزيتيف ونيجاتيف، واش يتذكروا بان راه كاين فنان معروف. فوالا، ما كاين مشكل. واخا هذه النقطه الان فهمناها ديال الاعلام واللي كيتشكوا منها مجموعه من الفنانين الكبار. صح. انا كنتكلم على الفنانين الكبار، لان ربما حد الفنانين الصغيرين اكثر من حدكم هما كفنانين كبار. اكيد. ماذا عن المهرجانات؟ بتحكي على مهرجانات المغرب؟ كنتكلم دائما عن المغرب. بحكم انك مغربي والمغرب، مهرجانات كيتفكروا فيها ناس اخرين، واش كيتفكركم انتم الفنانين الكبار اللي عطيتو منذ الثمانينات وانتم كتعطيو؟ للاسف لا، هذا هو المشكل. المهرجانات الكبار مثلا موازين، ولا مثلا كاين مهرجانات كبار يعني كيجي كاين مهرجان ديال الفنون الشعبيه. اي كاينين، ولكن علاش انتم كتمثلوا المغرب وسفراء ديال المغرب في المهجر ومعروفين للاسف الناس كيحبوكم؟ يعني من طبعا متفق معك، ولكن ديما في المهرجانات اللي كتحكي عليهم استاذ شاطير كتلقى ديما نفس الوجوه، صاحبو وفلان، وهذا صاحبي وهذا انفولوب. كنهضر بصراحه، اسمح لي على الصراحه ديالي. انا في البرنامج يعني كنبغي غير الصراحه، ليا دي زونفولوب وعندي دليل لهذه المسائل هذه، لحقاش طلبت مني انا اللي بغيتي تدوز، طلبت مني وعندي دليل قاطع لهذه المسائل هذه. وحدين اخرين مع احتراماتنا اليوم يجيو من بعيد يتخلصوا وانتم تعطيو يعني انت ما عمرك دزتي في التلفزيون، انت يلا غيعرفوك الناس، انت هذه ما هذه، كاين بزاف ديال المسائل. ولكن وهكاك ما كنفقدوش حنا الامال، ديما كنفتخروا بالمغرب ديالنا بالبلادنا. لا بطبيعه الحال حنا كنتكلموا على الناس، حباده لو الناس فوالا جيستومون، حباده لو الناس يضربوا واحد الدوره عندنا حنا غير شويه هكا، ماشي يدور كامل، يدور غير واحد شويه على الاقل. بعدا كيحس الفنان انه راه عنده واحد
شويه ديال الاهتمام. حيت عمر الفنان ما يعطيك الا ما الا ما 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 ما, ما, ما اعطيتيهش قيمه مثلا ولا التفتي لي واحد اللفته هكا ولا. شنو الجديد ديالك؟ اه سؤال كنشكرك عليه استاذ شاطير. هو الجديد ديالي كاين واحد السينجل باقي ما خرجش جديد سلام وجود غير نظرا للوقت اللي ما كاينش مازال ما خرجتوش فاقرب وقت غادي يخرج ان شاء الله كيحمل عنوان الفهامه. هي هما اللي كنهضروا عليهم هادو النيت هما اللي كنهضروا عليهم فيهم بزاف الفهامه. الفهامه موضوع كنعيشوه وقيلا كيعيشوا العالم كامل. كنتمنى يروق الجمهور ديالي الحبيب لي فان ديالي لي زامي ديالي ونخليهم مفاجاه ولا اول مره غندوزو اول مره غندوزو. مسموح لك الحق دوز منه غير مقيطع شويه الا كان ولا بغيت دوزو كامل. لا آه. اللي امرتيني به هو اللي ندير لا آه. كيبقى لك الاختيار الناس كلها كتسمع فينا الان باقي كاع ما خرجش يلا كلهم عطوني عطوني اغنيه اول واحد اللي سبق لي انا ولا كريمه ولا يلا واخا يلا تفضل اول اغنيه ديالك افيك ان غون بليزير افيك ان غون بليزير والله مسموح هذا في خطر لي زامي ديالي والحباب كاملين ولي فان ديالي والفهامه وهذا هذه الناس ديال الفهامه. يلا نمشيو نسمعوا هذه القطعه الاغنيه اللي اول مره أول وحصريا على امواج ارابيل الفنان ديالنا الكبير سي محمد الهبيري. انت اللي تفهم ستوب ما تتكلم والله ما تحشم طلعتي لي الدم. انت اللي تفهم داير فيها عالم سنطيحة ما تحشم خرج عينك في ندم. سوقك خاوي وانت اللي داوي محدود ماشي واعي لم عندي مساوي. سوقك خاوي وانت اللي داوي ماشي واعي كان في عندي مساوي. كل شي تفهم فيه اللي دوا معاك تقري كل شي تفهم فيه اللي دوا معاك تقري انت اللي تفهم ستوب ما تتكلم والله ما تحشم طلعتي لي الدم. انت اللي تفهم داير فيها عالم سنطيحة ما تحشم خرج عينك في بنادم. سوقك خاوي وانت اللي داوي محدود ماشي واعي لم عندي مساوي. سوقك خاوي وانت اللي داوي ماشي واعي كلام عندي مساوي. مدور به البنات يكذب يحكي التفاهات مدور به البنات لعبها رجولة داير دور البطولة كترتي من الفهمة ستوب حدك تما. انت اللي تفهم ستوب ما تتكلم والله ما تحشم طلعتي لي الدم. انت اللي تفهم داير فيها عالم سنطيحة ما تحشم خرج عينك في بنادم. سوقك خاوي وانت اللي داوي محدود ماشي واعي لم عندي مساوي. سوقك خاوي وانت اللي داوي محدود ماشي واعي لم عندي مساوي.
أنتم في الاستماع لإذاعة أغابيل إف إم 106.8. كما قلنا أعزائي أعزائي المستمعين الكرام، الوقت كيمر بسرعة وغادي نختموا لقائنا مع الفنان ديالنا سي محمد. طبعا الحال هذه الأغنية اللي استمعنا لها واللي حصريا دازت عبر أمواج أغابيل، شكون كاتب الكلمات، شكون يلحن، شكون دار التوزيع الموسيقي؟ بالنسبة عفوا بالنسبة للقطعة ديال الفهمة، كلمات وألحان وتوزيع لغونجور الفنان ديالنا مراد مجود، ما شاء الله كنعطيه من هذا المنبر تحية خاصة، عزيز وغالي وفنان تبارك الله، ورفقة الموزع تاني أستاذ جمال المكناسي، وتحية خاصة لاستوديو بلاتينيوم من هذا المنبر ومن هذه السهرة الجميلة ديال أغابيل، كنحييهم تحية خاصة لحقاش بالنسبة للقطعة تعبوا معنا شوية ودات شوية ديال الوقت، كنشكرهم الشكر الجزيل إن شاء الله، وكنتمنى هذا السينجل ينال الإعجاب ديال المحبين ديالي. كاين شي جديد جاي خر إن شاء الله؟ كاين جديد بالنسبة غيكون واحد الألبوم أخر اللي غيدار في المغرب، حيت الالبوم اللي كانوا كيسمعوا الاخوان هذاك درتو في المغرب. من هذا المنبر كنحيي الاستاذ زريقه، استوديو زريقه هو اللي كان تكلف ليا بالالبوم، وكان نعطي التحيه للاستاذ عبد الجبار هو مول الشركه اللي وزع ليا الالبوم ديالي، كنشكره تاهو الشكر الجزيل. وكاين واحد الجديد، كاين واحد الالبوم غيدا ان شاء الله قريب الحال، ان شاء الله نخليوه مفاجاه للجمهور. عرفتيني شنو غنقول لك؟ يمكن انا بغيت ما كرهتش ان شاء الله بحول الله تفضل يكون شي عمل بينك وبين فاطمه في يحصل لي الشرف، علاش لا شي ديو بيناتكم بجوج؟ علاش لا، الشرف ليا كبير ويحصل لي الشرف. اختاروا لي شي مقطع بيناتكم بجوج نختموا به. ايه نعطي الاختيار لفاطمه تقول شي من اغنيه اللي يمكن لها ونديروا لها شي حاجه نختموا بها، نختموا ختامها مسك. شنو تقول للجمهور ديالك واللي فان ديالك كاملين اللي كيسمعوك واللي متبعينا من المغرب ومن هنايا؟ الجمهور ديالي اللي فان ديالي كنموت عليهم وكنحمق عليهم، وبلا بهم انا ما كنسوى والو، وكنشكر كنشكرك انت شخصيا الاستاذ شاطير صحفي يعني اللي القلب الكبير وزعما يعني الصراحه، وكنشكرك على هذه الاستضافه ويحصل لي الشرف المعرفه ديالك، وكنشكر جميع المحبين وغير المحبين. ونشكروا لاله فاطمه اللي عرفتنا بك. الاخت فاطمه الشباعي هذه اختي، ماشي صديقه، اختي. اختاروا لنا شي حاجه. واحلى فنانه في العالم، احب من احب واكره من كره. يلا ولكن هو الحلقه ديالو انا غير ضيفه. اي ولكن بغيت ولكن هو ماشي فنان شعبي، هو واعر عليا في الاغاني ديال الشرقيات. واخا دابا ما بقاش لنا وقت غير نختموا بشويه. دير اللي عجبك اللي عجبك ديالي ولا ديالك ديالك ولا والو، غير نمشيو نتبعوا معاك. نتبعوا معاك غير اللي قلتي. تحيه للجميع الجمهور، وتحيه للجميع المغاربه، وكنحماقكم وكنموت عليكم. انا غادي نعطي اللون ديالها، نعطي اللون ديالها مسموح للاستاذه فاطمه، حيت هذا اللون ديالها وكان زعما كنحترمها بزاف هذا اللون. مشيت للروضه وعزاوني هلو يا الوليد، الوليد الوليد، انا جيت انا جيت انا جيت جوني مار ودفنت وبقيمي وعزاوني هلو يا الوليد والوليد الوليد، وانا جيت انا جيت انا جيت جوني مار. الله 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 الله. على فكره استاذ شاطير، انا نتحدى اي وحده تغني اللون هذا اللون حسن من فاطمه، نتحداها. ورفضت شجعني باش نوض من جديد. فاطمه حنا كاع شجعناك، حنا كاع شجعناك، كاع خرجناك من ديك القوقعه اللي مشيتي ليها وتخبيتي وما كنتش خرجات. استاذ شاطير الا سمحتي اسمح لي استاذه فاطمه، بغيت نشكر واحد السيده الشكر الجزيل كريمه
المرأة ديالي. المرأة ديالي نعيمة اللي مسانداني ومضحية معايا وصبرة معايا. كتعرف حنا الخدمة ديالنا كيدايرها أستاذ شطير ديال الليل والسفر وهنا وهنا وهنا. كنشكرها الشكر الجزيل، كنشكرها بزاف وبزاف، وكنموت عليها. واو يا سلام، الله يخليكم لبعضكم. سي فري بارك الله عليكم، ما شاء الله. سي نعيمه واحد الانسانه صبوره الصراحه، وما يمكنش لاي واحد يقول شي ما عندنا ما نقول لا لا نعيمه دابا بغا يبكيني وعدي شتي. يلا تبارك الله عليكم، شكرا لك. شكرا لك، كنا سعداء جدا يعني بهذا. تبارك الله عليكم، تبقوا على خير، الى اللقاء.